ما أشبه الليلة بالبارحة. تلك صحيفة حداشوت الإسرائيلية الأخبار في نسخة تعود لعام 1992. يمكن تغيير صورة الأمين العام السابق لحزب الله عباس الموسوي بصورة نصر الله ونشرها اليوم بالنص نفسه، والأهم الترويج لفكرة أن ذلك الاغتيال سينهي حزب الله، فمن جاءهم في النهاية حسن نصر الله. نقف عند اغتيال قيادات المقاومة. انسوا احتفالات الإسرائيليين بالنصر وتدمير الحزب، فقد أثبت التاريخ عبثيتها. فما تردده إسرائيل بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قالته قبل 32 عاماً عندما اغتالت الأمين العام السابق عباس الموسوي: قضينا على الحزب. ومنذ ذلك الحين مر الكثير من الأحداث التاريخية والحروب، وصمد لبنان وحزب الله تحديداً في وجه إسرائيل، ما يعني أن وجود الحزب وفكرته لم يتغيرا منذ اغتيال الموسوي، ولم تقضي عليه إسرائيل ولم تدمره، لا بل عزز مكانته العسكرية والسياسية بإجبار إسرائيل على الانسحاب من جنوب لبنان عام 2000 بعد حروب معها دامت لسنوات. تصعب حتى الآن معرفة مآلات اغتيال نصر الله، لكن يمكننا تقديرها، ففكرة الحزب أصلاً قائمة على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي منذ ثمانينيات القرن الماضي، وكان أول أمين عام للحزب هو صبح الطفيلي إلى أن أقيل وانتخب عباس الموسوي خلفاً له عام 91. ولحظة تسلم نصر الله الأمانة العامة عام 92 أصبح هدفاً لإسرائيل التي حاولت اغتياله أكثر من مرة ولم تنجح، بل أصبح في عهده للبنان عيد للتحرير في 25 من مايو أيار منذ عام 2000 عندما اندحر الإسرائيليون من جنوب لبنان. لكن هل سيردع اغتيال نصر الله الحزب؟ من التجربة السابقة مع الأمين العام السابق عباس الموسوي الذي اغتيل مع زوجته وابنه بعد 9 أشهر من توليه الأمانة العامة بقصف مروحيات إسرائيلية موكبه في بلدة جبشيت في جنوب لبنان، لم تتمكن إسرائيل من ردع الحزب وتحقيق أهدافها، بل أصبحت في مواجهة نصر الله وكان لها بالمرصاد. فكيف سيكون شكل المرحلة المقبلة بعد اغتياله؟ فور الإعلان عن اغتيال نصر الله بدأت التساؤلات حول من سيكون خليفته في هذه المرحلة الحرجة، فبرز اسم القيادي في حزب الله هاشم صفي الدين الذي وصفه الإعلام الإسرائيلي بأنه قد يكون أكثر حدة من نصر الله في مواقفه ضد إسرائيل، وأن ترأسه الأمانة العامة للحزب لن يكون في صالحها. ولإسرائيل تاريخ حافل أيضاً باغتيال قادة فلسطينيين، ففي عام 2004 اغتالت عبد العزيز الرنتيسي أحد مؤسسي حركة حماس بعد إطلاق مروحية إسرائيلية صاروخاً على سيارته في قطاع غزة، وفتح اغتياله أبواب التصعيد في فلسطين، وتحولت مظاهرات الغضب الفلسطيني إلى مواجهات بين الشعب وقوات الاحتلال. أما آخر العمليات فكانت اغتيال إسماعيل هنية في إيران رئيس المكتب السياسي لحماس. إسرائيل تقضي على أشخاص، لكنها لم تقضي يوماً على الفكرة.